حينما يولد الإنسان يكبل بأقفال وقيود تكبر معه وترافقه من الشباب إلى المشيب. قد تكون جانبه المظلم ويختبئ وراء هذا الظلام العديد والعديد من الخفايا. قد يتشكل من هذا الظلام نوراً أو حطام، ولكن في نهاية الأمر لكل قفل مفتاح، فأنا هنا وجدت لأشرع أبواب الظلام المكنونة خلف تلك الأقفال، وسأكون فتيلة المصباح، وسأكون فتيلة المصباح وأدخل في عمق هذا الغيهب وأكشف الظلام. أهلاً وسهلاً أعزائي المشاهدين في كل زمان وفي كل مكان، أحييكم باسمي مشعل القحطاني بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأثني السلام باسمي واسم ضيفي اليوم محمد الطوالة في فقرة الثغرة على برنامج البزنس. حياك الله يا محمد. الله يحييك يا بعد، حي هذا الوجه، أمسي على المشاهدين بخير وأمسي عليك مشعل القحطاني قبل كل شيء. إن شاء الله تكون فقرة جميلة وتنال إعجابكم. حياك الله، مستعد لكشف الخفايا؟ مستعد، الله يستر. طيب، عشان نعرف آلية الفقرة، عشان تعرفها ويعرفها عزيز المشاهد الآن اللي قاعد يتابعنا من خلف الشاشات، طبعاً فقرة الثغرة مكونة من ثلاث مراحل. المرحلة الأولى عليها 300 نقطة وفيها أكثر من سؤال، وأيضاً المرحلة الثانية ب 600 نقطة، وأيضاً المرحلة الثالثة ب 900 نقطة، فمجملاً 1800 نقطة. ولكن الترك الوحيد اللي هو إذا ما جاوب على أي سؤال في مرحلة راح يخسر نقاط المرحلة كاملة. وفي ختام فقرتنا عندنا ثلاث أسئلة موجودة قدامكم. الثلاث الأسئلة هذه يختار منها محمد ويجاوب عليها، راح تكون عليها 300 نقطة، وإذا للأسف ما جاوب عليها راح يطلع من المكان مثل ما دخل. جاهز؟ جاهز. طيب بسم الله نبدأ أول مرحلة.